شكرا جزيلا، وانا بشكركم وبحييكم كلكم زملاء واصدقاء اعزاء، وانا سعيد الحقيقه ان انا موجود في موقع صدى البلد اللي انا شخصيا من المتابعين لي، وثانيا يعني ما اكون شهادتي مجروحه عشان كلكم طبعا اصدقاء اعزاء، لكن الموقع الحقيقه استطاع في فتره وجيزه انه يثبت اقدامه ويبني مساحه من المصداقيه مع كثير من المتابعين، وتحول الى واحد من المواقع الالكترونيه الرائده يعني في مصر. فانا سعيد وبتمنى لكم طول الوقت دوام التوفيق ان شاء الله يعني.